السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت الطلب ديال واحد المتتبع في يوتيوب بغى يعرف جواز السفر المغربي وشحال من دولة كيمشي كيدي بلا فيزا ولا الفيزا في المطار. ها هي راه قلت لك اخويا، ها هي هنايا في افريقيا انغولا كتخلص 120 دولار فاش كتوصل للمطار. انت خويا ما قراهم على خاطر كل اي واحد كيسول. انت عندك درتها بالعربيه، ها افريقيا الأمريكية، أمريكا تام زعما القارة الأمريكية، بوليفيا، برازيل، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، كولومبيا، إكوادور، هايتي، المكسيك، هاهما المعلومات كاملين. ها آسيا، جزر المالديف، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. يلا دابا هز الحقيبة وسافر. السلام عليكم.